أرعبوا زوجتي، أرعبوا الأطفال، ما معهم إذن نيابي. شو اللي عرفه انه ما معهم اذن من النيابه؟ كأنه هن جايين ياخذوا داعشي بهدوش كيات وهالسيارات. كنان وقاف ليس موقوفا لدى اي جهه من الجهات المختصه، شو اللي عرفه انه ما معهم اذن من النيابه عندما تستخدم انت مداهمه المنزل؟ هل توقيف اي مواطن هنالك طرق قانونيه؟ هل بحاجه الى مداهمه؟ يعني انا عندما اسمع كلمه مداهمه لابد ان ادقق، وهو يستعطف المشاهدين ويستغل هذه الحالة انه الوضع هكذا في سوريا، في حال حصل لي شيء انا واولادي او اولادي وزوجتي امانة في رقبتكم وفي اعناقكم. في قوة ضخمة بسلاح ميداني كامل جاي لاعتقالي. طبعا كأنه هن جايين ياخذوا داعشي بهدوش كيات وهالسيارات، مو جايين ياخذوا صحفي او مواطن. ارعبوا زوجتي، ارعبوا الاطفال، ما معهم اذن نيابي. لا يتم توقيف الصحفي إلا بناء على ادعاء شخصي، لكن عندما يكون هنالك تعرض للمسألة الوطنية، لمسألة كما ذكرنا ربما يكون هنالك تواصل مع جهات أخرى أو ما شابه ذلك، تكون هي السبب في التوقيف وليس الكتابة. هذا تحريض غير مباشر على الخروج على القانون والتحريض على الكراهية والتحريض على العنف، فهذا يطال هذا النص بكل دقة يعني.